الجنتية كهربائي. نزل فريديري بن عكلوب مليار، نيودي 800 مليون، تيكزدا 350 مليون، حمار 850 مليون، سلميمي مليار و200 مليون، مدرب سليم تونسي، لاموسيا 400 مليون. ناهيك عن سليماني المدرب السابق يودين. واش يودين الشركه؟ يودين الاولمبي ندي، يودين الاولمبي ندي، سواء كان نادي هاوي او شركه، يودين الاولمبي ندي، نعاودها، يودين الاولمبي ندي، ماشي الشركه، يودين الاولمبي ندي. 800 مليون ودينا لوزان، ورانا رايحين نرفعوا او كما نقولوا حنايا ننتقلوا الى الفيفا باش نطالبوا بحقوق الاولمبي. هذه ماشي بخدمتنا، هذه ماشي خدمتنا احنا النادي الاهلي، هذه من المفروض كانوا يقوموا بها اعضاء الشركه. بصح اليوم لا يخلص، مش اعضاء الشركه، اليوم اللي راه يخلص اولمبي الانديه. نعطيكم معلومه، الفريق في سنوات ماضيه من 2013 فصاعدا وروح وطلع كان عنده مداخيل، مداخيل اللي منين؟ منين عنده مداخيل؟ كان عنده مداخيل الملعب، كان يشيل الملعب من جمعة لجمعة ويشيل الملعب، مداخيل تاع الملعب، بيع اللاعبين، إعانة السلطات المحلية، ما كانش يدير النادي الهوي، ما كانش يدير النادي الهوي، كان يدير الشركة مباشرة. حقوق البث التلفزيون والسبونسور، عندنا سونايكاز، عندنا جيكا، عندنا السيطرة، عندنا لاسيو هذيك، وعندك هذا الديون. وين رايح؟ كيف تتركب لك الديون بهذا المداخيل؟ كيف تتركب لك الديون هذه بهذا المداخيل؟ عندك خمس مداخيل، كيف تتركب لك الديون؟ زيد على ذلك حافلة الفارق، حافلة الفريق نجم ربي، حافلة الفريق تاع الدولة، حتى واحد مكتوب، حتى واحد ما حطت راهو واش جاب الحافلة هذه وسمح فيها بلادك، خاصك كان كنت تسمح، ما تسمحش فيها بلادك، كان كنت تسمح شي بطرامي ما تسمحش فيها بلادك. تجي انت ما تكونش متأكد من نفسك، أنا اليوم من هذا المنبر، لو كنت قادر نجيب لاعبين أكابر ولا مش قادر؟ من نكر؟ نمضي لهم ولا ما نمضي لهمش؟ نمضي لهم. ويقولوا السنين ما تعرف مرت موسى، ما تعرف الكاليفة، ما تعرف ما يتكاليفش، هما واش داروا؟ مضاو اللاعبين اكابر، هما ما عندهمش الحق الاستقدام، مضاو اللاعبين اكابر، اليوم تتكاليفيهم، غدوة تتكاليفيهم، اليوم تتكاليفيهم، غدوة ما كاين والو، ما تخلصش الدين ما تكاليفوش انت عايش وراه. ناقص هذا من بين اللاعبين، هذا ناقص من بين اللاعبين. هذا ناقص مؤهل؟ أنا أسألك سؤال، مؤهل؟ ماهوش مؤهل، عنده إجازة؟ ما عندوش إجازة، كيف يحجز على حافلة الفريق؟ كيف يحجز على حافلة الفريق؟ أنا زوج حاولت نفهم، كيف يحجز على حافلة الفريق؟ لو كان ما كانش أمر مدبر من داخل البيت، أنا ما نقولها تواطؤ ولا يسألك كل واحد، أمر مدبر،